بل سيكون علمنا المغربي الأحمر دون النجمة الخضراء محفوفا أولا بعناية الله وألطافه، وثانيا بأعلام أخرى من أشقائه دول العرب ودول إفريقيا. فسير شبيه العزيز على بركة الله، تكلأك عنايته وتحفك بك رعايته، وسدد الله أقدامك وخطاك. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى صراطه المستقيم، وجعلنا ننهج نهجه القويم، راجين منه سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الشكر، نعمة الحمد والشكر، حتى نحمده كثيرا ونشكره كثيرا فيعطينا كثيرا ويلبي دعواتنا كثيرا. إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.